هنتكلم على اللي ودينا الأرض. هتكلم صح والكلام كده لما جيت بتودينا الأرض أولا. هذا بتودينا الأرض السايت بتاعه نمبر 1. الفرد إنش أو ذا فرد بار أو ذا دين في السوبيرو لاترال داخل ده هذا الفيرست انش او ذا فيرست بار. ليه بقى؟ لان القايم بتاع الصمت الاسيد القايم ده بيجي عشان يصب في الديودينم فبيخبط في هذا الستريس بتقول اتاك ذيس سيرفيس او ذيس بار السوبيرو لاترال سيرفيس او ذا فيرست انش او ذا فيرست بار اوف الديودينم. This is the size of the ulcer. في ناس عندهم سيمينار. في ناس عندهم سيمينار بيكتك أرش. ده السايد بتاع الجودينا الأرض. اللي هو موجود في الكيس. السايد بتاعه والسبب ليه بتاع هذا السايد. نمرة 2. البيكتك ألسر لما أسمع واحد عنده قرحة في المعدة أعرف إن هي قرحة في الاثنى عشر. لان القرحه بتاعت الاثنى عشر دهيت از فيري فيري كومن. لكن الايه ان هو يبقى البيبتيك الزر بيبتيك جاستريك الزر ده فيري رير. لكن اللي فيري كومن الدوادينا بيبتيك الزر. الدوادينا بيبتيك الزر ده نيفر تيرن مالجنت. ما تخافش منه نيفر تيرن مالجنت. ما يتحولش فيه سرطان. نمرة 2 لو انا عندي عيان عايز اعرف ان ده عندي جاستريك ألسر ولا دوادينا ألسر. عايز اكشف عليه احط ايدي عشان اشوف التندرنس وانا بكشف على الابدوم. لو لقيت التندرنس موجوده في الميدل لاين ان ذا ايبيجاستريم ده جاستريك. لو لقيتها جاست to the right of the middle line ده دوادينا الأرض. التندر بتاعت الدوادينا الأرض اطلعت in the epigastria. Just indicating ان ده دوادينا شوفوها فعلا. اتك على الميدل لاين الى جنبات اتك بالظبط على يقول لك اه هنا تندر ده دوادينا الأرض. نمرة 1. نمرة 2 هذا الألسر ده هو لو المعدة فاضية أبص ألاقي الأسيد موجود الأسيد بيفرز. هذا الأسيد ده هو هيجي نازل على مين؟ على الألسر يزود الإيه؟ ولذلك الجوادينا الألسر مشهور فيه الهانجر بين. لكن الجاستريك ألسر البين انكريزد باي فود لان الاكل هيجي نازل يعور الجاستريك ألسر اللي هو موجود في البيت. فبص الاقي العيان بتاع الجاستريك ألسر از افريد اوف ايتينج. ولذلك بص الاقي فيري سيم رفيع يدوب حته جلد على عظمه. فيري سيم ليه؟ از افريد اوف ايتينج لان ايتينج بيبريسنت بس ايه؟ precipitate the pain والفوميتنج والنيوزيا. هي طبعا مش كل الحالات لكن this is the commonest. انها بتاع الدوادين الالسر ده لما بيجوع البين بيزيد فتلاقي دايما في جيبه اكل حتى الشنطه تفتحيه تلاقي ايه؟ بن داوود قسم الجبن قسم الخبز المقبولات قسم مش عارف الاسماك قسم الطيور حسب نوع الاكل اللي هو عليه حلو.
ليه؟ لان الالم بيزيد اما بياكل الالم والتكريز فود والتكريز ذا بين لان هيعمل دايليوشن للاسيد في الستمك فالكونسنتريشن بتاع الاسيد في الستمك would become less so the attack of the ulcer become also less ولذلك تلاقي يا برابرا خلينا عملتوه النهارده ياكل عشان الالم ما يجيش